بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صفوته محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحقيقة الضجة اللي سايرة في الوسائط حول المسيرات التي يطلقها العدو من حين لآخر استدعت كثير جدا من الأقوال المفترض تتقال، يعني حتى نستمر في حسم هذه المعركة، معركة الكرامة الوطنية لصالح الشعب وبإرادة الجيش وبقدراته وبدفع الشعب إن شاء الله سبحانه وتعالى، كما هو معلوم يعني ومشهور. في الحقيقة اللي أنا دار أقوله، نحن طبعا الأيام اللي فاتت غبنا عنكم لأقراض المعركة إن شاء الله يعني، وربنا سبحانه وتعالى هيا علينا نتواصل إن شاء الله يعني مع إخواننا قدام ونصليهم يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى، وكون بين الحين والآخر معهم يعني. فإذا الناس فقدونا في حتة إن شاء الله يعني يثقوا تماما فينا موجودين ومتواجدين إن شاء الله وعلى العهد يعني بيننا وبينهم. اللي داير اقوله انا يا جماعه، مبدأ ان احنا مؤمنين كشعب، ودي حقيقه في الشعب السوداني منذ ان بدات معركه الكرامه الوطنيه وبدات تتكشف نوايا هذه الميليشيا القادره ومن خلفها من الدول والدويلات والمجموعات والجماعات والاشياء الكثيره، الناس اللي شافوه اكتشفوه انه الشعب السوداني ده بدا يكتشف انه المساله دي عباره عن معركه يعني. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال في المعركة دي معركة واضحة، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. إحنا المحصلة النهائية الألم موجود في الطرفين، يعني ما في حاجة بتخلي معركة نديرة نحنا ما نفقد فيها، ما نتجرح، ما نتضرب، ما نتأذى، ما كده. المسألة دي ما متاحة طبعا. والله سبحانه وتعالى قرر في القرآن يعني قاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حق. يعني المسألة دي هي معركة. أنا داير أقول للناس الشعب السوداني مدرك، لكن يجب أنه نؤكد على هذه المعاني في هذه اللحظة عشان يا جماعة المسألة ما تهول الناس أنه مسيرة ضربت في عبرة ولا مسيرة ضربت في شندي ولا ضربت في مروي ولا ضربت في القضارة. ده موضوع أنا ما شايف ده موضوع، لأنه يعني إحنا الآن إحنا في معركة. المعركة دي يا جماعة يعني بفضل الله سبحانه وتعالى الناس يتقدموا بخطى ثابتة نحو الانتصار الأكبر، وتتكشف يعني أبعاد هذه المعركة الداخلية والعالمية والإقليمية والدولية بكل أبعادها. شكد ما في زر بيكلمنا عن إنها معركتنا وحدودها وين يعني. شكد يا جماعة يعني أبطشي ما شئت فينا يا منون، ده أكبر شعار يعني متوفر إنه الدائر يحصل يحصل يعني. وانت دائما لما تخوض معركه بتاعت حق وتكون معركه يعني مبدئيه، الفقد فيها ما بكون مهم شديد يعني. يعني زي ما قالوا اصحاب السحره لفرعون، يعني لما امنوا بموسى عليه السلام وكده، يعني امنا برب موسى وهارون، ده غطى عنكم ولا اصلبنكم في جذع النخل ولا تعلمون، وكلام كثير قالوا اقضي ما انت قاضي، انما تقضي هذه الحياه الدنيا. نحن هنا موقفنا موقف مبدئي، بالتالي موقف جذري، موقف صفري، ما فيه رجوع. المسألة دي ما فيها مجامل. أشكد المسألة بتاعت إنه نحن الآن بنقاتل في هذه المعركة بهذه الصلابة وهذه الجسارة، ونقدم من الأرواح ما نقدم ومن الدماء ما نقدم ومن الشهداء ما نقدم في سبيل أن نهنى هذا البلد وأن نطمئن هذا البلد. المعركة دي يا جماعة ما يهمكم في أي حاجة، أنتوا تقوموا بدوركم فقط. الناس يقوموا بدورهم، دورهم في اطار التعبئه زي ما قاموا به، وفي اطار التسليح، في اطار الامداد بالرجال، في اطار الامداد بالذات، ما لكن فواقد هذه المعركه ده واضح طبيعي. واضح طبيعي يا جماعه، ما نبقى زي الدعم السريع. ما بقى زي الدعم السريع يا جماعه، يتبكوا كل مره دنيا زايله ونعيمك زايله وفلان مات وفلان زايله وحببته فاتت وعم عمه ما ده. نحن ما عندنا كلام زي ده. ما عندنا كلام زي ده يا جماعة، ما عندنا كلام زي ده يا جماعة. إن إذا رفع السلاح بوجهنا ضج السلاح، وإذا تلعثمت الشفاه تكلمت منا الجراح، يا دربنا يا معبر الأبطال يا درب الفلاح. ده كلام واضح، كلام ده مسيره واضح وطريقه واضح وكده. شكد يا جماعة المؤالمة، تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون
ويقتلون ويغتالون، دي معركة. نحن دي مستوعبينها، الشعب السوداني ده كله مستوعب ان المسألة دي معركة. شكد يعني ما شفتوا براكم لما المسيرة دي ضربت شن دي الناس مرقوا، بدل يمرقوا فارين لا لا مرقوا، ركبوا عرباتهم وبكاسيهم وراجلين وشالوا ما عندهم من الأسلحة البيضاء والحمراء والأسلحة النارية وغيرها وخرجوا. خرجوا يفزعوا الآخرين في محل ما ضرب. ليه؟ لأنه المعركة معركة وجودية، ما فيها فرار، ما فيها مروق، ما فيها هروب، ما فيها كده. وجزاكم سألتوا نفسكم العدو ليه بيضرب بالمسيرات؟ العدو ده بيفلق بالحجارة لشنو يا أخوانا؟ ما بتلحقوا جدعوا. بيفلق بالحجارة والمسيرات لشنو؟ هو ذات المسيرات لو قاضي غرض هو الآن أخرج من المناطق التي كان يستحوذ عليها، وحوصر الآن في المناطق التي يعني ما زالت بغاياه توجد فيها، ولا يستطيع أن يفك الحصار عن نفسه، ولا يستطيع يفك الحصار عن نفسه. كان في النيل الأبيض، كان في سنار، كان في نهر النيل، كان في الجزيرة، كان في دارفور، كان في الخرطوم، كان في غيره، ما يستطيع يفك الحصار عن نفسه. لو كانت المسيرات تفعل شيئا كما يقولون وتحدث أثرا بالمعنى الذي يريدون لفكوا الحصار على أنفسهم، وكان يعني ما استحوذوا على المناطق كما يريدون كما يشتهون، كان استحوذوا على المناطق وكان ردوا الاعتبار لنفسهم، وكان طلعوا يا جماعة أسراهم، وكان أنقذوا يا جماعة موتاهم وهلكاهم. لكن يا جماعة المسألة بتاعت المسيرات دي التي تطلق من حين إلى آخر هي عبارة عن فقاعات يعني يريدون بها إحساس الآخر بأنهم موجودون. والمسألة دي شكدي ما أتهم أول حاجة في الإطار، تأخذ في إطار المعركة العامة. انت الان في معركة وجودية بالنسبة للبلد، سواء ضربوك في عطبرة ولا ضربوك في ضنقلة، ضربوك في الدمازين ولا ضربوك في الجنينة، ده الحكاية واحدة. ما في زول يا جماعة يتكلم عن انه دي اللي هي مسيرة وما تهلعوا من الحاجات دي بحال من الاحوال. دي واحدة. الحاجة الثانية، حينما تضرب المناطق يجب ان تهرعوا الى مناطق الضرب حتى تسددوا وتغاربوا وتسدوا الصف، تسدوا الفرقة. المسألة ما مسألة خروج وهروب من المسألة دي يا جماعة. انتوا عارفين الحكايه دي. الحمر الثالث يجيب انكم تعلموا انه هذا اوهن البيوت، بيت العنكبوت، هذه المسيرات، لانه لو كانت تفعل شيئا فزي ما قلت لكم يا جماعه، كان المسيرات عم بتعمل حاجه كان قدر حمى بها نفسه، وكان من القتل، وكان قدر حمى بها نفسه من السقوط والخروج من المناطق التي كان يستحوذ عليها، وكان قدر فك بها الحصار عن نفسه. الكلام ده يا جماعه يكون واضح. الان البلد دي جيش كرب، والان الجيش مسيطر، والان القوات المسلحه يعني قاعده لهم باي طريق، وهم ممكن يجيبوا او يمشي بيه. وما دا نتكلم عن اسرار المعركه ولا تفاصيلها، ده ما الوقت اللي بيتكلم عن الحاجات دي. لكن ثقوا تماما يا جماعه انه الان القوات المسلحه تقاتل بخطه وتخطيط، تقاتل بعقل استراتيجي في هذه المعركه. والان المعركه دي لصالحنا في كل يوم. لو الناس نظروا الى ما كنا عليه وما صرنا اليه لعلموا ما يعني الفارق ما بين اليوم والامس، ولعلموا اين يتقدم الجيش واين يستحكم واين هذه الميليشيا والتي تتباكى على انتظار الامارات من مدد من الدول الغربيه، وتنتظر المدد الداخلي او تحريك القوه التي تكمن الان لا تستطيع ان تقاتل او التي تريد ان تقاتل. ده كلام كله يا جماعه الان موجود. نحن فقط نريد المسألة دي يا جماعة مزيد من الاستنفار، مزيد من القتال، مزيد من رص الصف، مزيد من الاستبسال، في سبيل انه نقلل كلفة المعركة ونقلل الزمن ان شاء الله. نقلل كلفة المعركة ونقلل الزمن في اطار حزم المعركة. اما ما حزم المعركة فهذا امر يقيني عندنا، لاسباب اول حاجة تتعلق بالنصر الالهي، ولاسباب تتعلق بقوة الشعب وقواته المسلحة، ولاسباب تتعلق بالوعي بعد المعركة يعني واسباب الوجودية. ده كلام نحن بالنسبة لنا محسوم. ولاسباب تتعلق بالعدو ووهنه وضعفه ويعني واستجابته للخارج ووقوعه في احضان يعني العملاء والذين يريدون ان ياخذوا خيرات هذه البلد. ده موضوع ما فيه مجاملة، احنا الكلام ده كله اسباب عندنا متوفرة. فقط احنا بنقول نريد ان نسدد وغارب بالنسبة لنا كشعب. اما الرسالة المهمة للفريق الركن عبد الفتاح البرهان واركان حربه، احنا دايما نقول يا جماعة المسألة دي في الدولة، كلام اللي قالوا ياسر عطية وموتى وكرروا تاني، انه كثير جدا مما الدولة مستحكم عليها بما يسمى بالكدمول، بمعنى الناس المتمردين مستحكمين عليها. فنحن دارين يا جماعة كلام واضح يا جماعة، نحن شعار في المسألة دي، ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
اي نار بيتولى المتمردين بيتولى الميليشيات بيتولى غط فانه منهم النازل ما يقعد في المؤسسه. عشان كده يا جماعه ما الرجل حاصل في الدوله دي يجب انها تتعالج. الرجل حاصل في الدوله يجب انها تتعالج. ما ممكن وزير يطلع قرار بانه يطرد قناه كده وقناه كده ثاني يطلع قرار بانه القنوات دي عادت ثاني. المساله دي ما بتنفع يا جماعه. الاسباب الجذريه والمبدئيه والموضوعيه التي طردت من اجل هذه القنوات هي عدم احترامها لسياده البلد وتدخلها في شانها وتزوير الحقائق والكذب يا جماعه. المساله دي ما زالت قايمه، القناه دي ما زالت قايمه، بعدين البيت اللي اسمع لينا دي، البيت اللي اسمع لينا دي تجاوزت مرحله الوطن والمواطن، تجاوزتها واصبحت هي موظفه في قناه يعني خارجيه، وفوق ده كله هذه القناه عميله. وهذه القناة يعني تزعى إلى تفتيت السودان وهذه القرارات تتدخل في شأن الأمن القومي. فالمسألة دي يا جماعة لا تأخذكم بهما رأفة. قناة العربية الحدث سكاي نيوز أي قناة تتآمر على البلد تتدخل في السيادة يعني لا تحترم تعهداتها تطرد طوالي، لا تأخذكم بهما رأفة. أصل كله كله المسألة دي. وأي زول يتولى المتمردين فإنه منهم. اي زول يتولاهم ولو بشطر كلمه داعم لهم للمتمردين او لهذه الميليشيا او لغات فانه منهم يعامل معاملتهم. الموضوع ده ما في مجامله يا جماعه عشان البلد تستقيم يا جماعه. ما نصر في جهد الفريق الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السياده والقائد العام واخوانه في هيئه القياده والسيطره والتحكم في هذه العمليات. نحن لا نريد ان نجهد هذا النصر الذي حقق بالدماء والاشلاء لشعبنا، ولا نريد ان نحقق ان نجهد هذا النصر الذي حقق بتشريد شعبنا وقتله والوغل في قتله وتشريده واخراجه من دياره. ماذا نجهد الموضوع ده؟ ما قلتموه بألسنتكم على مستوى الميديا والاعلام وفي خطاباتكم يجب ان يصبح قرارات نافذه بان لا تتحكم هذه الميليشيا ولا يتحكم حاضنتها السياسيه في مفاصل الدوله حتى لا تعطل مصالح الشعب وقدرات الشعب. الشعب اللي عنده توجه شكد تجينا لينا عقوب تقول لنا الوزير ده يعني ما ملتزم بالقرارات بتاعت دولته او ما سمع بها او ما سمع بها وما نزلها. انت منوع عشان تدينا توجيهات دي. انت منوع عشان تتدخلي عشان تقول الوزير التزم ولا ما التزم. يعني المساله دي يا جماعه دائره حسم. المساله دي دائره حسم تحت شريط ولا تاخذكم بهما رافة. ما في يا جماعة رافة مجاورة في البلد، ما في مجاورة في السيادة، ما في مجاورة في وحدة البلد، ما في مجاورة في أمن المواطن، ما في مجاورة في حقوقه ومقدراته، ما في مجاملة عشان تجاملوا زول. ما في قناة ثانية نحن عملت الفعل ده وكان عنده أثر. يعني أنت لو في زول كتل له زول ده قال خلاص أنا تبته والله كده أنت خلاص أنت تعفاه كدولة ما من حقك تعفاه. لانه ده بحق شخصي. الان هذه القناه ولغت في دماء الشعب السوداني. هذه القناه ولغت في دماء الشعب السوداني وولغت في سياده البلد. كيف تاني ترجع يا اخوان؟ الكلام ده يا جماعه يجب انه المساله بتاعت الهزه الحاصله في السلطه دي تقف يا جماعه وتتماشى مع نغم المعركه، معركه الانتصار والظفر يجب انه تتماشى مع هذه الدوله وقرارات الدوله. تتماشى معها يا جماعه والكلام يكون صارم ودوله الدوله يكون حاكم. ما في زول يا جماعه وزير هنا يطلع قرار وسفير هناك بيشكر القنوات. ما في يا جماعه وزير بيطلع قرار ثاني بيرجع منه، قرار فيه تعهدات فيه تجني على الشعب.